أولا الخليل، هذه هي الخليل دائما كانت في كل احتياجات الشعب الفلسطيني، وكل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أي أذى أو جائحة كانت مدينة الخليل موجودة بشكل دائم وبشكل قوي. والكل يتذكر الحملات التي قامت بها مدينة الخليل، كان في حصار ومعارك غزة، الاعتداء على غزة، أو كان المخيمات الشتات في سوريا أو لبنان أو في أي مكان، أو في جائحة كورونا، كانت للخليل دائما بصمة، لأنه هذه الخليل تحمل اسم سيدنا إبراهيم الخليل أبو الضيفان. إحنا اليوم نقوم بحملة للتكامل مع أهلنا في جنين، لتقديم حتى لو إشي رمزي، يمكن هم مش ضمن هذا الاحتياج، لكن إحنا سنقوم بهذا العمل حتى نؤكد وحدة الصف الفلسطيني، ونؤكد أن هذا الاحتلال لا يمكن أن يواجه إلا من خلال موقف واحد متكامل متضامن موحد في وجه هذا الاحتلال. ونقول كلمتنا أننا كشعب فلسطيني سنبقى سند لبعضنا البعض، سنبقى متكاملين متآزرين متحالفين متحابين، نقدم خدماتنا. البلدية ستقدم وعرضت على بلدية جنين أننا جاهزين لإرسال طواقمنا الفنية على كل المستويات وحسب كل الاحتياجات، إن كان على صعيد البنية التحتية المجاري والمياه والشوارع، أو كان على مجال الكهرباء أو غيرها. إحنا بداية إحنا موجودين هون في حملة أطلقتها بمبادرة من بلدية الخليل لنصرة أهلنا في جنين، واشترك فيها بلدية الخليل ونقابة العاملين في بلدية الخليل ومجموعة من المتطوعين لجمع المواد الغذائية والعينية لإغاثة أهلنا في مخيم جنين. هاي الحملة إجت مشان تحكي للعالم أجمع بأنه الشعب الفلسطيني يقف جنبا إلى جنب مع أهلنا في مخيم جنين ومدينة جنين. ويعني أنا إذا بدي أعتبرها باسم الشخصي، أنا بعتبرها أنه استفتاء من الشعب لنهج المقاومة ودعم نهج المقاومة في جنين ومدينة جنين ومخيم جنين.